فرح يا حمزة، تعالوا عشان عايزكم. لا والله ده بجد بقى. ممكن افهم فيه ايه؟ لا ما هو مش هينفع تقعدوا ساكتين كده، لازم تقولولي ايه اللي حصل. مش عايز تودينا الرحلة ليه؟ لا ما هو الرحلة اتلغت. لا ما اتلغتش، وحمزة شافك وانت بتدي التيكتس لأنكل وسام. ما هو اصل انتوا مش فاهمين، يعني أنكل وسام عريس جديد واكيد هو محتاج الرحلة دي اكتر مننا. يعني انت بتحب أنكل وسام اكتر مننا؟ اقصى عليك يا حمزة، انت ازاي تقول كده؟ ده انتوا اغلى حاجة عندي في الدنيا والله العظيم. اه صح، عشان كده بتقول علينا شركه مش كده؟ انت كنت بتتصنت علينا بقى حمزه. انا عديتها لك اول مره وقلت صدفه، لكن واضح انك ما تربيتش فعلا. على الاقل ما بيكذبش علينا. قصدك ايه يا فرح؟ هي اصلا مش اول مره تكذب علينا. لا ده انتوا ما تربيتوش بقى بجد. اوعوا تكونوا فاكرين ان انا ممكن اسمح لكم انكم تقلوا ادبكم عليا. كفايه دلع بقى، واضح ان انا دلعتكم زياده عن اللزوم، لكن من النهارده هتشوفوا وش تاني. هتعمل ايه يعني؟ انا هوريكوا هعمل ايه. صباح الخير يا ماما. صباح النور يا حبيبتي. انت نازله؟ اه هنزل ادور على شغل بقى، مش عايزه اقعد اكتر من كده. برافو عليكي بنتي بجد، طول عمرك فايتر. طمنيني بس انت كويس يعني. وانت كنت مشغوله قوي بالكلام اللي قلتيه لي امبارح عن يوسف. انت شفتي الولاد متضايقين؟ ده الطبيعي يعني. مش بسالك على الطبيعي، بقولك انت شفتيهم متضايقين بجد؟ لا انا مش فاهمه قصدك ايه يا ماما. انا بقول يمكن كانوا محتاجين بجد حاجه زي اللي عملها يوسف كده امبارح دي. محتاجين يغنوا ويرقصوا وامهم لسه مدفونه؟ الله يرحمها. معلش ما هي برضه الاعتبارات دي ممكن تبقى عندي انا وانتي بس، لكن دول اطفال بيفكروا بطريقه تانية خالص. ولا انتي ايه رايك؟ طيب انا بقول ان انا اتاخرت، فادعي لي بقى. بدعي لك والله يا حبيبتي. امتياز في التربيه الرياضيه؟ ياه، وكمان ماجستير. وفي ايه بقى الماجستير ده؟ ماستر اوف ساينس اند كوتشنج. في ايه؟ يعني علوم التدريب. اه طبعا انا فاهم، ده علم الكل اللي بيشتغلوا معايا هنا كفاءات ما يقلوش عنك ابدا. على خيره الله، تحب نبتدي من النهارده؟ انتوا فاكرين ان انا مش هعرف اربيكم؟ فاكرين ان خلاص ما بقاش في عقاب؟ من النهارده لا في تابلت ولا في موبايلات ولا في لعب ولا في خروج من الاوضه اصلا. هات موبايلك يلا. ايه يا نوار انت بتبصيلي كده ليه؟ انت ما سمعتيش هم قالوا ايه؟ لا يا نوارة لا لا، كفاية دلع بقى. انا مش هفضل عمري كله بطبطب عليهم بسببك. ايوه بسببك، كل اللي بيحصل لي دلوقتي ده بسببك انت. انت بتعملي ايه عندك؟ انا مش قلت ما تخرجيش من اوضتك؟ عايزه اعمل بيبي. وهو ده حمامكم برضو؟ يلا على اوضتك، على اوضتك قلت، وما تخرجيش من الاوضه تاني. يلا. ها فين الموبايلات؟ بابي زعقلي. قلتلك بلاش، هو فشل. ما فشقنيش، هو بس زعقلي. فالحة هنكلم خالته ازاي دلوقتي؟ اهي الرحلة راحت علينا. أنا جاتلي فكرة. قولي يا فالحة. مش التاب بتاعك في أوضتك بابي ما أخدوش؟ صح، مين هيروح يجيبه؟ مش أنا، هو مفيش غيري ولا إيه؟